هيجي اليهودي الجديد اللي بسميه اليهودي الوظيفي، هيجي وهيصلي العشاء معانا على فكره، ودي مشكله كبرى، لانه سيقوم بالوظيفه التي كان يقوم بها قبل ذلك الجنرال الاسرائيلي او التاجر الصهيوني او كده. I categorically condemn Hamas's targeting of civilian targets of any age or gender, as it is accused of. Such targeting belies Hamas's claims to an Islamic identity. There is an Islamic injunction against the killing of innocent children, women, and elders. اللي كانت محررة يوم 7 أكتوبر بقت محتلة، كانت محاصرة يوم 7 أكتوبر بس بقت محتلة دلوقتي. 10,000 نفس اللي كانوا عايشين يوم 7 أكتوبر ماتوا، ذهبوا إلى صعدوا إلى يعني بارئهم. إيه يعني حصاد الفوز والنصر الذي ناله المواطن الفلسطيني في غزة؟ الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة.